وهنيجي طبعا حديث لمشوار المنتخب الطويل مع الكابتن وائل جمعه، بس انا عايز ارجعك لنقطه مانويل جوزيه وفرايداي عشان الناس برضه تفتكر الموضوع أيوة عدى، يعني نعرفها منك سريعا قبل ما نطلع الفاصل ده. هو قال فرايداي طبعا في اللغه الانجليزيه يعني الجمعه يعني او جمعه، فلما قالوا له ان انا اسمي وائل جمعه فجمعه يعني فرايداي، في البرتغاليه جمعه يعني جزيره. فهو كان جايب عنده كتاب بيقراه بتاع قصه واحد اسمه روبنسون كروزو في في البرتغالي بحار، وكلمه جمعه قلنا يعني جزيره في البرتغاليه، فالبحار ده غرق في البحر والمركب بتاعته كانت هتغرق في الميه، المهم رسى على الجزيره، فهو قال لك انا شبهت نفسي بروبنسون كروزو ده والجزيره بالنسبه لي هو وائل جمعه، فانت بقى السفينه انت اللي هتنقذني يعني مانويل ساعه ما هيغرق قال لك ده فالخير ليا ان وائل جمعه ده هيبقى معايا، والجمعه ده يعني كده يعني وقد كان الحمد لله. يعني انت طبعا على المستوى الفني ومستر مانويل جوزيه يعتمد عليك كتير جدا جدا من الناحيه الفنيه. هنكمل الحوار الممتع ده معاك يا كابتن وائل.